No comendo, ya se dice hasta o tomando nada. Se far enfermarme, princesa. Keb mas asir mas carminio. Esta cuento es ir para van jocar. Juan esta comedia mi budis decir que di volen para esta frecuenza. Princesa, está bien. ¿Qué le pasa? Nada, nada. Agali, al favor de dormir. Fa necesitarlo mucho. ¿Cómo puedo dormir? No puedo olvidar. No puedo olvidar socar. No se preocupe, princesa. Salimos de aquí. Trata de pensar en oso. No te dejas es Isma. ¿Qué más acobar que nos deja? Haz un bárbaro loqui. Querías verme. Pero dispos que va. Asir con nostros. Nos matar, e ti, e mi, e Fredrico. Ata dos. No dica eso, mi. Mi da miedo, princesa. Dejame sola. Quiero rezar. لازم شوف مولاي السلطان فورا، الموضوع كتير مهم، ما بيستنى للصبح. لك خلص انت دق عليه شوي شوي. على مسؤوليتي. أنا رح دق. لك مولاي السلطان، ما كنت حابب اجي فيقك وازعجك بهيك وقت، بس الموضوع كتير مهم. شوفي. الأميرة ايزابيل. شو اللي صاير معها؟ خليهم يجهزوا الحصان، أنا جاي فوراً. سليمان شو صاير؟ لوين رايح بهالوقت؟ أه
كيف صار الحريق؟ بلش بغرفة الأميرة أول شيء، وبعدين صار ينتشر بكل القصر. منيح اللي كان في حدا ينقذك، وإلا كنتي هلأ ميتة يا أميرة. مولاي، قدرنا نسيطر على الحريق ونطفيه قبل ما يصل لحديقة القصر، وبنشكر الله ما في خسائر بالأرواح. الأميرة تأذت؟ الأميرة كتير منيحة، بس خافت شوي. كيفك هلأ إيزابيل؟ سليمان، وين رحت؟ هيك رحت وتركتني لحالي مشان تشوف هديك المخلوقة اللي بقصر الصيد؟ يلا احكي لي، أنا لازم أعرف كل شي صار هون. مولاي، شو ما حكيت لك بتبقى الحقيقة ناقصة، لأني بوقتها ما كنت موجودة معها. هي كانت كتير متوترة بعد ما رحت حضرتك، وضلت كل النهار عم تبكي. بعدين بالليل مثل ما قالوا لك صار حريق، وبصعوبة حتى قدروا يخلصوها. سنبل أغا. مولاي السلطان، قبل ما يطلع الصبح نقلوا النسوانة قصر السلطانة خديجة، وبتقلها هذا أمر من السلطان. مولاي السلطان، وانت روح معهم بالي بيك. أمرك مولاي. دستور. منيح اللي ما صار شي للأميرة مولاي، وإلا شو كنا قلنا للسفراء؟ عن إذنك. استنى. أنت كون مطمئن، أنا تحت أمركم مولاي. خير سنبل آغا، شو في إن شاء الله؟ والله ما بعرف إذا كان خير ولا شر، بس هدول النسوان رح يبقوا هون بالقصر لفترة. طيب بس ليش هيك أشكالهم؟ هلا تكون أخذهم من سوق الجواري وجايبهم لهون. شو قصتك لك فريال؟ هاي اللي قدامك الأميرة إيزابيل، وهي ضيفة مهمة ومدللة عند مولاي السلطان. لكن طالما هيك ليش جايبهم لعنا؟ كنت خدهم على قصر السلطان. دخيلك، شو جلالة السلطان بده إذن منك؟ هو أمرنا نجيبهم. شو؟ طيب ماشي، استناني هون لأن السلطانة لازم يصير عندها خبر. يلا أوام. شو هذا المكان؟ هذا قصر إبراهيم باشا، وهو بيكون زوج السلطانة خديجة أخته للسلطان سليمان. خديجة دي برانسيس؟ سي برانسيس. سليمان، شو صار؟ انشغل بالي عليك. ما في شي بنوب، انت لا تاكلي هم. كيف ما في شي؟ تركتني وطلعت بنص الليل، وين رحت؟ انا كتير متوتر، يا ريت تروحي هلأ يا هويام. انزلي انزلي انزلي. سنبل آغا، هدول مين وليش جايبهم لعندي؟ سلطانة، بعرفك على الأميرة إيزابيل ووصيفتها كارمينيا. هدول ضيوف جلالة السلطان اللي كانوا قاعدين بقصر الصيد. طيب قلي، شو اللي صاير معهم؟
لو بتشوفي شو صار معهم امبارح، وهن سهرانين بقصر السيد شاع الحريق كبير ونفذوا منه بأعجوبة والله، وجلالة السلطان أمرني جيبهم لعندك على القصر. إيزابيل فورتونا؟ إيه صح، بذات نفسها. أهلا وسهلا. بين من هذا؟ ست فريال؟ مولاتي السلطانة، بدي اياكي تهتمي بضيوفنا كتير منيح، وخديهم على الحمام واعطيهم تياب جديدة وجهزي لهم الغرف. تفضلي تفضلي فوتوا وراها، انتو خليكن هون. تفضلي ست فريال. ليش تأخرتي؟ خلينا نطلع عجنيني، أنا مليت. سلطانة، مو حابة تعرفي الخبر اللي جبت لك يا؟ من شوي كانوا شكري وسنبل عم يحكوا فيه. قولي. عم يقولوا مبارح بالليل صاير حريق بقصر الصيد، أنقذوا المرأة اللي هنيك وأخذوها سكنوها بقصر السلطانة خديجة، ورح تضل هنيك فترة. أنت متأكدة؟ متأكدة سلطانة، من شوي بس سمعتهم. معناته هالمرأة كتير بتهمه لمولاي السلطان. بالأول استضافة بقصر الصيد، وهلأ أخذها لقصر السلطانة خديجة، شو قصته؟ يعني الخطر يا كوسر عم بيقرب منا. تفضلوا يا أميرة. هدول الرسمات والطاولة والصالون تشبه كسورنا تمام. شي غريب؟ لا تستغربي، إبراهيم باشا ذوقه كتير رفيع وبيحب كتير هالشغلات، وكمان في تماثيل بالحديقة. أنتوا ليش مغطيين التماثيل بالحديقة؟ مصطفى، حابة أعرفك على ضيفتنا الجديدة. كومو ستا أنتي؟ غراسياس، كومو ستاس؟ أنا كيو ستا بينيا، كومو ستا أنتي؟ سي مي تراخو بارا باسار اون تيمبو ديسبوس مي فو. برافو مصطفى، صاير عم تعرف تحكي منيح. عم ادرس كتير، حابب فاجئ ابراهيم باشا بس يرجع لهون. تفضلوا. شو عم يكبروا بسرعة؟ يا ريت لو جبتيه لمحمد. محمد بالدرس مولاتي. سلطانة؟ أهلا وسهلا، تفضلي عادي. مولاتي من بعد إذنك، مصطفى عند عمته بدي روح مشان جيبه، وهيك بكون شفت السلطانة خديجة شوي. سلطانة حابة تبعتي لها شي معي؟ لا تتركوها لوحدها، خديجة هلأ كتير بحاجتكن. هويام، إذا بتحبي تعالي معنا نتسلى مع بعض. شكراً كتير، بس أنا ما فيني. ليش؟ ما عندك شي هلأ، خديجة رح تنبسط فيكن. ليش عاملة هيك عم تخديجة؟ ليش مغطية التماثيل؟ شو رح تهدموه؟ عم استنى إبراهيم ليجي، هو بيهدمون. عم تشوفي مين إجا؟ أهلا وسهلا. سلطانة أنا أجيت لأخذ مصطفى، وهي عم حبة ترافقني مشان تشوفك. سلطانة،
كيف صرتي؟ مشغول بالنا كتير عليكي. منيحة الحمد لله. ايه ليش مغطين التمثيل؟ قال عمته ناطر اللي يجي إبراهيم باشا، هو رح يهدمه. إبراهيم باشا كتير رح يزعل على هالتمثيل، بس بتعملوا منيح إذا بتكسرون. شكرا، بس أنا مو محتاجة لرأيك. هيا ست فريال مولاتي السلطانة، ناديلا لضيفتنا بلا ما تبقى لوحدها. مين بتكون هالضيفة؟ هلأ رح تتعرفي عليها. تفضلوا خلينا نشرب شي. سلطانة ما قلتي لنا مين الضيفة؟ يعني الضيفة هي واحدة من العيلة؟ لا، بس كتير مهمة هالضيفة عن جلالة السلطان وبيعني أمره، وهو اللي حاب إنها تكون عندي بالقصر. هي هي اجت ضيفتنا الأميرة إيزابيل فورتونا. قبل ما تجي لعندي كانت قاعدة بقصر الصيد، بس مبارحة بالليل صار حريق كبير بالقصر. السلطان اهتم بالموضوع شخصيا وطلب إني استضيفها. إيزابيل بحب أعرفك على زوجات السلطان. السلطانة ناهد دوران أمه لمصطفى، والسلطانة هيام هي أم لثلاث أمراء وأميرة. Solo han venido dos dos mujeres. ¿Dónde están las otras? شو قالت؟ مبسوطة بشوفتكم مولاتي. هيام شو صار لك؟ انتي منيحة؟ سلطانة بعد إذنك حابة أرجع على قصر السلطان. شوفي هيام، معدتي عم تجاني شوي، يا ريت تسمحي لي روح. طيب روحي ارتاحي. سلطانة ممكن تسمح لنا نحن كمان نمشي؟ يلا مصطفى. Encantando en ver la princesa, adiós princesa Isabel. Sos molto bueno. Non ventare corel. Como tu papa, no ti bongas. Mio papa, no has crawil. أخذتني بس مشان شوفها لهديك المرأة، وخديجة صارت بدها تعرفنا على بعض. بس بدي أفهم ليش كلهم ضدي. أمي مريم يا روح قلبي، شفتي؟ شفتي شو عم بيساوي بأمك؟ سلطانة، مولاي السلطان من شوي راح لجناح السلطانة الأم. ما مهم. كمان شفت الست فريال، قال جاي تاخذ قماش من عند الخياط. فريال بالقصر؟
العيشة بهالحرم لك ما إلها طعمة من وقت ما رحتي، والكل حاسس بهالشي، كأنه روح الحرم لك راحت. اشتقنا لك كتير، إمتى بدك ترجعي؟ بس يرجع الباشا بالأول فوراً رح أرجع لهون. أنا كمان كتير اشتقت لكم. سلطانة؟ أهلاً ست فريال. أهلين سلطانة. أنتي ليش إجيتي؟ سلطانة، بعتوني لأخذ كم قطعة قماش للأميرة، كل تيابها راحوا بالحريق، بدنا نخيط لها تياب جديدة. ليكي فريال، من اليوم بدي تكوني عيوني وأدنية هونيك، بدي أعرف بالتفصيل هديك المرة شو عم بتساوي، وإذا إجا جلالة السلطان لهونيك بدي تقوليلي، فهمتي؟ كل شي بيصير لازم أعرفه. مولاتي السلطانة، تتذكري قديش ترجيتك وطلبت منك السماح؟ بس جلالتك خونتيني بدون مبرر وما صدقتيني. ليش لتوثقي فيني هلأ؟ اعتبريها فرصة تانية مشان اعفي عنك، ويا ريت تستغليها. هيام؟ انتي شو عم تعملي هون؟ انا اجيت مشان اطمن عليكي، انتي منيحة؟ نيناتنا منعرف الموضوع اللي جابك لهون. شو بتقصدي؟ انتي اخدتيني مشان شوف ايزابيل فورتونا، وهلأ جاي تشوفي اثر الصدمة علي. صحيح هالشي؟ لو تعرفي قديش شمتاني فيكي. يا حرام موهومة، على قليلة أنا في شخص بحياتي بيحبني وبغار علي. زمان حذرتك وقلت لك رح تعيشي نفس الألم. وعشتيها إيزابيلا، عيونها كتير حلوين، شكلها سحرته. يا ريت تمشي، إجا الوقت اللي حيروح منك السلطان. بنصحك لا تتسرعي بحكمك، أنا غير أنتي. أنتي غلطانة هالمرة، بعدين ببقى بذكرك يا هويام. الخطأ يلي أنا ارتكبته رح ترتكبيه أنتي. هالشي مستحيل. ببقى بذكرك لأنه هالشي مو بإيدك أبداً. وقتها رح تعرفي شو معنات إنك تخسري. وسليمان سلطانك رح تسلمي بإيديك هدول لهديك المرة الإسبانية. أنتي غلطانة وحتشوفي. مولاي، اليوم وقت كنت أنا والسلطانة ناهي الدوران بضيافتها للسلطانة خديجة، شفتها للأميرة هونيك وعرفنا شو اللي صاير معها. ليش هي بهداك القصر؟ يعني طالما هي أميرة إلها قيمة كبيرة. شو رأيك نجيبها لهون ومستضيفها يا مولاي السلطان؟ ما فينا نجيبها لهون بهي الفترة، لأنه مو لازم يشوفها حدا. ليش؟ لهالدرجة الشغلة سرية؟ ايه نعم، مو حابب أحكي بهالموضوع أكتر من هيك هلأ. تعالي نفوت لجوا، أنا كتير مشتاق لك وحابب أقعد معك.